بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا ده اليوم اللي احنا جبنا فيه الخضار، ده النهاردة اللي هو آخر يوم من أيام السنة، وإن شاء الله ده يبقى كده خضار للسنة الجديدة اللي إن شاء الله نعمله بكرة بإذن الله أو من أول بكرة، لأن النهاردة جبنا سمك مشوي. كنت عايزه اقول لكم فكره كده عن الاسعار والحاجات اللي جبتها، كل حاجه وبسعرها كام، واحده واحده كده مع بعض. الاسعار النهارده متفاوته، يعني في حاجات غاليه قوي وفي حاجات كويسه. يعني مثلا السمك انا جايباه النهارده الكيلو ب 20 جنيه، والناس مش مقبله قوي على شرائه يعني، وفي ب 15 جنيه الاصغر. فجبت النهارده كيلو ونص مشوي كده، شويته عشان ايه؟ على الغدا بتاع النهارده، لان يوم السوق ما بحبش ان انا اجي اطبخ، يبقى مثلا جايبه سمك مشوي وخلاص على كده، ايه شويه سلطه جنبه شويه رز والحمد لله على كده. اول حاجه انا كنت نازله النهارده بصراحه عشان اجيب بسله. البسله النهارده غاليه، اسعارها غاليه. الكويسه فيها او بصراحه انا كل اللي انا شفته كل سالتهم ب 12 جنيه كيلو، والحقيقه يعني انا جبت، يعني انا قلت ايه اجيب برده، لان ايه انا نازله اصلا عشانها، فجبت 2 كيلو بسله بس ما شاء الله مليانه يعني وحلوه. تمام، مش عارفه بقى هي في الاسواق التانية عامله ايه، بس النهارده كانت ب 12 جنيه في سوق بكوس. جبت كمان طماطم النهارده، الطماطم في بخمسه وفي باربعه، يعني مثلا دي كانت باربعه اللي هي الصغيره اللي طالعه بتبقى حلوه دي وطعمها حلو. دي جبت منها كيلو وربع ب 5 جنيه، وجبت كمان من دي اكبر شويه الكيلو من دي ب 5 جنيه. جبت من دي 2 كيلو ومن دي كيلو وربع. ده بالنسبه دلوقتي لايه؟ لاسعار الطماطم. نيجي بقى لاسعار الفلفل. الفلفل الحامي والفلفل البارد الكوبي واللي هو الطويل ده، الكوبي ده انا كنت جايباه الربع بجنيه ونص، الحامي ده كان ب 2 جنيه كيلو، سوري الربع كيلو ب 2 جنيه، وفي لقيت قدام بجنيه ونص ولقيت كمان بجنيه، بس الحقيقه انا يعني ايه حبيت ده كده حلو وطازه وجبته ايه؟ جبت ربع بس، كفايه عليا قوي في الاسبوع، مش محتاجه اكتر من كده. وجبت الليمون جبت ربع كيلو ب 2 جنيه، ليمون حلو اهو كده ونقاوه. فهي دي الاسعار بتاعت الفلفل والليمون. نيجي بقى لاسعار ايه؟ جبت كمان النهارده لفت، كنت اول مره اجيب لفت السنه دي. اللفت كان بجنيه ونص، جبت كيلو بس لان البرطمانات اللي عندي صغيره مش كبيره واحنا مش بنستهلك كتير، وجبت معايا لزوم اللفت بقى جبت ايه؟ جبت بنجر. البنجر كان الكيلو ب 5 جنيه، جبت نص كيلو طلعوا 3 وحدات او تقريبا في واحده تانية صغيره. جبت نص كيلو بنجر ب 2 جنيه ونص، وجبت كيلو لفت بجنيه ونص. الكابوتشي كان فيه النهارده بجنيه ونص الصغيره، وفي ب 2 جنيه، ودي جبتها ب 2 جنيه ونص الكابوتشايه دي. بس بصراحه لما بجيبها بالسعر ده وبتبقى حلوه كده، بتعمل لي مثلا بعمل للولاد بيها ايه سلطه الكول سلو، بتبقى كتيره يعني بتملى لي مثلا بوله حلوه كده كبيره. تمام، يبقى دي بكام؟ ب 2 جنيه ونص. البطاطا النهارده كان فيه ب 2 جنيه وكان فيه ب 3 جنيه، بس بصراحه دي جوزي كان جايبها لي امبارح وهو راجع من الشغل وكده، دي كان جايبها ب 3 كيلو بجنيه، بس النهارده لقيتها في السوق ب 2 جنيه، بس ما كانتش حلوه قوي الحقيقه. وفي ب 2 ونص، دي بقى كانت 3 كيلو بكام؟ وانا بحب كمان الحجم ده، ما بحبش للحجم الكبير ولا الصغير قوي، يبقى 3 كيلو من البطاطا ب 10 جنيه. ادام رحت السوق لازم اجيب برتقال سكري، فجبت بقى برتقال سكري. البرتقال السكري النهارده في السوق كان ب 5 جنيه، جبت منه 2 كيلو. لقيت برده سفندي، طبعا كنت جايبه اكتر من كده بس بقى ايه تاكل يعني، فده الجزء اللي قلت برده اقول لكم عليه وعلى ثمنه النهارده. ده انا جايباه ب 5 جنيه الكيلو، وكان في منه ب 3 ونص، كان في واحد بيقول ال 3 كيلو ب 10 جنيه، بس ايه بقى، بس صغير شويه، وكان فيه كمان ب 4 جنيه، بس بصراحه انا عجبني ده ب 5 جنيه، جبت منه 2 كيلو. اخر حاجه الجرجير، النهارده الجرجير كان الثلاث حزم الست بتبيعهم بجنيه، جبت ثلاث حزم يا دوب يا دوبك على قدنا، ما جبتش خضره تاني الحقيقه النهارده. قلت يعني لما احتاج ابقى اجيب، وكمان عشان ما اشيلش حاجات كتيره. دي كانت مشترياتي النهارده من الخضار ومن سوق الخضار لاخر يوم في السنه وللسنه الجديده ان شاء الله. قلت اعرفكم على الاسعار. ما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.